فاسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مجموعة من المكالمات تنتظر. تفضل يا أمة الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. قلت لك شيخ، نبي نعرف النسبة تحت التحويل، مثلا تحويل من الرصيد ياخذوا في المية على 20، هل هذه نسبة كويسة ولا مش كويسة؟ كيف التحويل يا أختي؟ كيف التحويل؟ مثلا أنا عندي رصيد مثلا في البنك، واحد يعطيني نقدا، لكن ما يعطينيش نقدا إلا ياخذ علي على 1000 على 100 دينار. على 100 20 في النسبة، يعني 100 عليها 20 دينار نسبة. هل يجوز ولا لا؟ أنت الآن عندك رصيد في البنك مجمد؟ ايوه. عندي يجي واحد يقول لي ناخذ منه نقدا، هو ياخذ مني اللي في البنك، لكن يعطيني 1000 دينار نقدا، لكن ياخذ علي 100 دينار. اي لكن عندك اخت الفاضله انت يعني عفوا، انت لماذا تلجئين الى 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 التحويل؟ لماذا تلجئين؟ طبعا ما فيش سيوله نقدا، يعني ما عندك سيوله شهر في شهر. طيب هذا واحد. الامر الثاني هو في الدينار، في الدينار الليبي ما يتحول. في الدينار الليبي لا، النسبة مثلا النسبة لو ياخذوا في النسبة ياخذوا على 120 دينار، هل هي نسبة هذه شرعا ولا مش شرعا يعني؟ إيه بس أخت الفاضلة يعني الدينار بدينار؟ الدينار بدينار. طيب واضح يا أمة الله، أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. ماشي. مرحبا. تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا خالد. يا شيخ اليوم أسئلتي عن الوحي. ايوه. السؤال الاول، ما مفهوم الوحي وما هو انواعه؟ السؤال الثاني، هل الوحي كان ينزل على الانبياء والمرسلين فقط، او ينزل على الانبياء والمرسلين وبعض الناس وبعض الجمادات وغيرها؟ نعم. السؤال الثالث، هل كان الوحي ينزل على النبي موسى كليم الله؟ نعم. السؤال الرابع، في سورة يوسف، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، هل هذا يدل على أن الوحي كان ينزل على النبي يوسف وهو صغير؟ طيب يا خالد، مشكور يا شيخ. مرحبا. أبو محمد. السلام عليكم شيخ عزيز، كيف الحال؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك وياك. مرحبا. الله يحييك. الواحد طلب. تفضل تفضل. الحين احنا شغالين في شركه بس نشتغل للحكومه، هل نقدر نستعمل السياره هذه اللي عندنا حق احنا سائقين طبعا في اعمال يعني خاصه عندنا يعني. اي تستعملها استعمال خاص؟ لا يعني في العمل، انت في العمل تستعملها في اشياء يعني حقك ولا شيء، تروح فيها كذا يمين مشاوير يعني. طيب يا ابو محمد ابشر. جزاك الله. مرحبا مرحبا. راشد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جاء بتفسير آيتين. تفضل. الآية الأولى، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أيوه. الآية الثانية، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. إن شاء الله يا راشد. شكرا. مرحبا. أم موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، زادك الله إن شاء الله إيمان وعلم ونور يا رب. يا رب، جزاكم الله خير، أحسنتم. الله يسلمك. فضيلة الشيخ بدون زحمة، قبل فترة أقربائنا شافوا والدتي في المنام رحمه الله. فتقول لهم يعني أنا شلون أريد أحد من أهلي يعني ما يزورني أو ما يعزمني. فشنو شيخ يعني حضرتك يعني شنو هذا؟ وإحنا طبيعتنا إحنا البنات شيخ بنات أنا يعني بالنسبة لي أجلس ما أزور المقبرة لأن ما يجوز. فشنو يعني ولو انه حضرتك انت مو يعني مع الافتاء احلام بس انت شو تنصحنا يعني؟ الله يبارك فيك. يعني هي قالوا عفوا انها ما تريد ولا تريد؟ لا الشيخ واحد من اقربائنا زارته والدتي بالمنام تقول له ما حد يزورني او يعزمني. هي تقول تتشوق يعني تقول ليش ما حد يزورني هذا المعنى. اي شيخ فاحنا بالنسبه لبناتها انا يطلبون مني خواتي اقول لهم ما يجوز يعني زياره فانت حضرتك يعني شنو اللي ان شاء الله يا موسى ابشري يعني اي الله يبارك فيك. والشيخ بالنسبه لصبغ الاظافر قبل فتره انا وبنتي يعني تجادلنا يعني الشيخ صبغ الاظافر حرام يعني انا اللي اعرفه انه حرام يراه رجل غريب. هي تقول لي لا يا امي يعني يجوز. انا قلت لها فحتى قالت لي استشيري لي الشيخ عزيز الله يبارك فيك. ان شاء الله. وسؤال شيخ اخر الصلاه في الكليه، بنتي طالبه كليه، تقول مرات يعني من يصير الفرض شيخ تقول بس اصلي الفرض بمسجد الكليه، تقول فاني ادري انه لازم صلاه تحيه المسجد. فهل هي شيخ يجوز او لا يجوز يعني او عليها شيء؟ ابشر يا موسى. شيخ بدون زحمه عليك السفر مع ابني يعني اذا يبلغ عمره 15 سنه يعني سفر سياحه. شيخ يعني انا يعني ما مثلا ما عندي احد من اقربائي او زوجي مشغول ففيها شيء اذا مثلا اخذت اني سافرت يعني سفر سياحه. الله يبارك فيك. ان شاء الله. ان شاء الله. أشكرك وأشكر رحابة صدرك شيخ والله يحفظك. مرحبا أختي أم موسى أهلا وسهلا. من؟ تفضلي يا زهرة. زهرة السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخنا ما هي مهنة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول؟ هل كانت تتاجر؟ وطلب منك يا شيخ أن تعطينا نبذة عن حياة زوجات الرسول خديجة وعائشة كيف كانوا حلقة. إن شاء الله حاضر يا زهرة. شكرا لك يا شيخنا. عفوا أهلا. أم محمد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يطول بعمرك إن شاء الله يا رب العالمين. طويل. مرحبا أختي. الله يعطيك العافية. أنا الشيخ متوجهة حق العمرة. إيه. زين وعلى الطواف لما أطوف أدعي يا شيخ أباك تعلمني على العمرة. على الطواف لما أطوف 7 مرات 7 شوطات أدعي أول سوالي وثاني سوالي على سجودي على صلاتي أدعي شيخي ويطول بعمرك وأباك تستفسر لي وتعلمني. إن شاء الله يا محمد أبشري. ربي يحفظك. مرحبا. الله يعطيك العافية. مع السلامة. مع السلامة في أمان الله. طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. أمة الله بارك الله فيها من ليبيا تسأل تقول بالنسبة لتحويل الرصيد تقول يعني عندها حساب مجمد وهذه موجودة الآن في ليبيا وكثير من يسألني يقول حساب مجمد ما عنده سيولة يقول يأتي الشخص يعني يشتري نقد بهذا الحساب المجمد عن طريق أنا فهمت عن طريق شيك طبعا يعطى شيك لكن بأقل. تقول هل هذا يجوز؟ أختي أمة الله بارك الله فيك بالنسبة لشراء المال الذي هو من نقد واحد حتى يكون صحيح لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول المماثلة والشرط الثاني التقابض. ما معنى المماثلة؟ 100 دينار 100 دينار سواء كانت مثل ما يقولون 100 ويعني عملة ورقية كاملة أو مجزأة يعني مثلا 10 10 10 مثلا أو حتى لو كانت من يعني دون ذلك. فالصورة اللي ذكرتيها يدل على أن هذا ربا محرم ولا يجوز. ربا محرم ولا يجوز سواء كتب لك شيك أو وصل أو أنت كتبتي له شيك أو وصل يحرم هذا النوع من أنواع التعامل. أما إذا كان دينار بريال دينار بدرهم دينار بيورو دينار بدولار يجوز التفاضل بشرط التقابض. يعني يفتقد شرط واحد فقط وهو التفاضل، لكن يجب التقابض. يعني مثلا لو جاء قالك مثلا عندك الآن في حسابك 1000 دينار ليبي، قال طيب إيش رأيك أشتري منك 1000 دينار ب600 يورو؟ يجوز، بشرط الآن التقابض سواء بشيك ولا بأي شيء، أما دينار بدينار يحرم ولا يجوز. بارك الله فيك. خالد من عمان يسأل يقول هو أسئلته كلها اليوم في الوحي، يقول ما مفهوم الوحي وما هي أنواعه؟ أخي الفاضل الله يبارك فيك، أولا بالنسبة للوحي ولفظة الوحي الواردة في القرآن على نوعين وضربين. النوع الأول ما يتعلق بإرسال جبريل عليه السلام إلى الأنبياء والمرسلين، فالله جل وعلا جعل بينه وبين أنبيائه ورسله واسطة في تبليغ دينه وشرعه وكلامه سبحانه وتعالى، وهو جبريل عليه السلام. ولذلك قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة، فالله جل وعلا سماه روح القدس وسماه بالروح الأمين، وأيضا ذكره جل وعلا خصه من دون الملائكة هو وميكائيل وإسرافيل، قال من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل وإسرافيل فإن من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل وإسرافيل. وأيضا كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام على هيئات، فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه على صورته الحقيقية مرتين، وله 600 جناح قد سد ما بين الخافقين، قد سد الأفق، وينزل أحيانا على صورة أعرابي وأحيانا على صورة رجل غريب كما في حديث جبريل حديث عمر الطويل، بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيضا نزل على صورة بعض الصحابة مثل دحية بن خليفة الكلبي نزل على صورته، وهكذا. ولذلك اللي بين الله وبين الأنبياء هو هذا الوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام. الآيات الأخرى التي جاءت فيها ذكر الوحي مثل ما أشرت إليه فيما يتعلق بقضية ومثل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هذا يسمى عند أهل العلم من أهل التفسير يعني هداية الله عز وجل للنحل، إلهام الله، ألهمها الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، فألهمها الله أن تتخذ من الجبال بيوتا. وأيضا في قول الله عز وجل في قصة أم موسى وموسى عليه الصلاة والسلام لما ذكر بأنه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، باتفاق علماء التفسير شذ في ذلك من لا يعتد بخلافه وبقوله بأن الوحي هنا ليس هو جبريل وإنما هو الإلهام، ألهمها الله عز وجل. وقيل بأن الله عز وجل أسمعها هاتفا، يعني سمعت هاتف سواء في يقظتها أو في منامها، وهنا أرضعته ثم ألقته في اليم. فما يتعلق أخي الفاضل بالوحي من الله عز وجل هو عن طريق جبريل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مرت مراحل نبوته مرت بمراحل من جهة الوحي. المرحلة الأولى الرؤية الصادقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك مقدمات وإرهاصات لنبوته، من جملة ذلك أنه كان يرى الرؤيا الصالحة فيراها مثل فلق الصبح، يعني شيء عجيب جدا، فيريه الله عز وجل الرؤيا في منامه، فلما يستيقظ يراها بتفاصيلها بفصولها بدقائقها بجميع أحداثها ما تختلف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهيأ لأن الوحي ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولذلك لما فجأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخله خوف شديد أنه ما يحتمل هذا، ولذلك قال زملوني زملوني دثروني دثروني لما رجع إلى خديجة رضي الله عنها. فكان يرى الرؤيا فيراها مثل فلق الصبح. ثم بعد ذلك بدأت عملية الوحي، نزول جبريل، ثم انقطع عنه حتى يتشوق ويتشوف إليه، وقطع 15 يوما ثم عاد إليه، وهكذا بدأت عملية الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام. خالد يقول: هل كان الوحي ينزل على الأنبياء فقط أم ينزل على غير الأنبياء والجمادات وغير ذلك؟ أخي الفاضل، مثل ما ذكرت قبل قليل، بالنسبة للأنبياء الله عز وجل خص من البشر رسلا وأنبياء، وهؤلاء الأنبياء فضلهم على جميع البشر، وخص من الأنبياء أولي العزم من الرسل وهم الخمسة، وأفضل الخمسة إبراهيم ومحمد، وأفضل الاثنين محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الاثنين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فالوحي كان للأنبياء. بالنسبة للنصوص الشرعية الواردة في القرآن فيما يتعلق بالوحي، مثلا أنا ذكرت لك في الوحي إلى مثلا النحل: وأوحينا إلى إلهام، الله عز وجل هداها وألهمها، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك أما الجمادات ما يوحى إلى الجمادات، لأن الجمادات لا تدخل في مسألة التكليف، فلا تدخل بأن يقال والله أوحى ربك إلى الجبل أو كذا، لا، وإنما الوحي يكون إلى من له روح فيما يظهر. طبعا الأنبياء الوحي عن طريق جبريل، وتلك مسألة إلهام، تلك مسألة إلهام. بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لسؤالك الثالث ما يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام خص من بقية الأنبياء بأن الله تعالى كلمه كفاحا من دون واسطة جبريل، ولذلك في قصته لما خرج من مدين وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وقال لأهل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بجذوة، والآية الأخرى لعلي آتيكم بقبس من النار، فلما أتاها نودي هناك عند الشجرة وإذا بها نور وليست بنار، فناداه الله: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، والآيات طبعا. فكلمه الله، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بإيش؟ بكلامه، ولذلك يسمى موسى الكليم. وجاءت النصوص كيف أن الله تعالى خاطب موسى: وسمع موسى صوت الله عز وجل ونداء الله جل وعلا. وبالمناسبة خذ قاعدة يا خالد: ما من نبي خص بمعجزة من المعجزات إلا وأعطيها نبيا عليه الصلاة والسلام، أبدا ما في نبي من الأنبياء أعطي معجزة وآية إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليستكمل له الفضل على جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإن كان الرسول يحضن من حقه ويقول: لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا هضم لحقه وتواضع منه صلى الله عليه وسلم، ولو أشرف الخلق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه الله، وسمع صوت الله ونداء الله في ليلة المعراج لما فرض عليه الصلوات الخمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يرقى إلى السماء وقف جبريل فقال: أين؟ جبريل صحب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به، فلما جاء عند يعني منزله ما استطاع جبريل، قال: لو صعدت احترقت. فالله عز وجل أصعد نبيه وأسمعه، ولذلك هو رأى نور فسمع كلام الرب جل وعلا، فأعطي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذه الآية، عفوا هذه الآية وهذه المعجزة وهذه الخصيصة، فالله عز وجل كلمه. ولذلك موسى كلم الله، وهذا لا يمنع أن ينزل عليه جبريل، فجبريل جاءت النصوص تشير إلى أن جبريل كان ينزل أيضا على موسى، لكن خص بهذا التكليم، وهذا التكليم لم يكن على سبيل الدوام، وإنما كان في البداية، مرحلة الرسالة. خالد يسأل يقول: في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يقول: معلوم بأن يوسف كان صغيرا عليه الصلاة والسلام لما ألقاه إخوته في الجب في البئر، كيف طيب يقول الله وأوحينا؟ نعم يا أخي الفاضل، وأوحينا ألهمنا، هذا المعنى، ألهم الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام. والإلهام هو شيء يلقيه الله عز وجل في روع الإنسان وفي نفسه وعلى قلبه فيظهر حقائقه. وقيل بأن هاتفا كما ذكرت قبل قليل أسمع يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه سيحصل له كذا وكذا. وهذا طبعا حينما نأتي نجمع الأقوال عندنا قاعدة بأن الأنبياء يعني ينبؤون ويوحى إليهم ويرسلون بعد ال40 كما جاءت بذلك. فلذلك لما أشكل على خالد يقول طيب يوسف كان صغير صحيح، لكن الأنبياء أحيانا يوحى إليهم وحي إلهام أو يسمعون نداء من ملك يسمع نداء ولا يراه، ثم إذا جاء وقت سن ال40 بدأت الرسالة. أبو محمد يقول بأنه شغال في شركة وأحيانا يستعمل السيارة استعمال شخصي، يقول وأنا في العمل هل يجوز؟ أخي الفاضل لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يستعمل سيارات الحكومة ولا سيارات الشركات ولا المؤسسات إلا بإذن منهم. فإن أعطوك الإذن وقالوا لك يا أبو محمد وأنت رايح تودي الشغلة هذه ما في بأس، لو مريت السوق ولا مريت المدرسة أخذت أولادك ولا كذا ممكن، هذا إذا أذنوا لك. إذا لم يأذنوا لك لا يجوز حتى تستأذنهم، تقول يا جماعة الخير أنا والله الآن طالع مشوار للسوق، طالع مشوار للمكان الفلاني، ممكن أمر السوق وآخذ أغراض لأهلي، أو أمر السوق أمر المدرسة وآخذ بنتي مثلا وأنا طالع مثلا. إن أذنوا لك أذنوا، ما أذنوك ما يجوز، توقف السيارة في مكانها وتركب سيارتك بارك الله فيك. هذا هو إلا إذا كان هناك إذن مثل ما ذكرت لك. ولذلك أحيانا الآن في إذن معروف، يعني من ضمن اللوائح يقول وللمدير للسائق أن يستعمل السيارة خارج الدوام يذهب فيها، لأنه مثلا يقولون هذا إذا وداها للشركة من جديد أو الإدارة أو شيء يأخذ وقت فيعطونه إذن. وبعض الشركات لا تمنع ما يجوز بارك الله فيك. راشد يسأل عن تفسير قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يقول ما معنى الحيلولة هنا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الحيلولة أن يسلب الإنسان الإيمان، نسأل الله السلام والعافية. وأعظم ما يبتلى به الإنسان يوم أن يسلب الإيمان فيقسو قلبه ويتصحر صدره وتجف مشاعره ويموت الإحساس فيه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، هذا من أعظم البلاء. ولذلك تجد وللأسف الشديد بعض الناس عنده يعني مثل ما ذكرت أحد الأخوات أظن بالأمس سألت، رجل مطلع وعنده علوم شرعية ويعرف الحلال والحرام وكذا، ومع ذلك مغل في الحرام، يشرب الخمر ولا يصلي ولا كذا، هذا سلب الإيمان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة؟ هذه الحياة الحقيقية، حياة الإيمان، حياة القلوب، هذه الحياة التي يتنعم فيها الإنسان في الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول، هذا على التهديد، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قالوا للصحابة كما في حديث أسامة وغيره يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك يجب أن يكون هذا الهاجس مسيطر على الإنسان طوال حياته، أن لا يسلب الإيمان، وعليه أن يبذل الوسائل ويسعى في الطرق التي تعين على تقوية الإيمان، ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يسلب من خلاله الإيمان. من ذلك الاعتراض على الله والاعتراض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا ماذا قال في الآية؟ يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. استجيبوا، ما معنى الاستجابة؟ الاستجابة أن تقف على قنطرة التسليم، الاستجابة أن تخرج من كل الشواغل من كل العوائق من كل الصوارف وأن تستجيب لله عز وجل. يعني الآن لو ناداك أبوك التفت إليه بقلبك وقالبك وسمعك وبصرك، كذلك مع الله إذا قال لك الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يعني لما أمر الله ولما أمر صلى الله عليه وسلم، فاجعل قلبك وقالبك وكليتك لله عز وجل، ولا تقوم على حالة التشكيك واللعب والالتفاف على أحكام الشرع. بعض الناس الآن يشوف نفسه يقول والله أنا لوذعي ذكي، فيتحايل على نصوص السنة ويرى بأنه والله أجد لها تفسير، هو يماحك يتفذلك ويحرص على أنه يصرف هذا النص ويلوي عنقه، هذا يخشى عليه والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والحيلولة يا أخي الفاضل أنك تسلب الإيمان، يحول بين المرء وقلبه، كأن قلبك قد مات، كأن قلب هذا الذي لم يستجب لله خلاص أصبح ميتا، حال الله بينه وبين قلبه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تجد الصحابة ما في أحسن ولا أعظم من هؤلاء الكوكبة النيرة والدرار المضية في هذا العالم، يعني حياتهم عجيبة. ما يعني عرف عن واحد منهم أنه قال ليش ولماذا وكيف ولا يعقل أبدا. كل ما جاءهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما كانوا يعرضون هذه، يقول والله تعال كيف أقنعني، مثل ما يحصل عند بعض الناس الآن حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أقنعني، فإذا قيل له والله الجهة الفلانية أو العلانية وهي لا تمت إلى الإسلام بصلة، أثبتوا هذا مخبريا وتجربة، قال ها ما شاء الله زين، إذن هذا الحديث صحيح. ما صدق والعياذ بالله إلا بعدما عرض الأمر على التجربة وأخذهم من الغير. لا إله إلا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا تقوم الساعة حتى يحدث الرجل فخذه ما صنع أهله من بعده. ما ثبت عن صحابي قال كيف ومعقول، قالوا سمعنا وأطعنا. ليش؟ أصلا هم صدقوا هذا النبي بأعظم من هذا. الإنسان اللي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مصدق به يجب أن يستسلم لكل ما جاء به. الآن التقنيات أصبح الإزرار هذا يحدث بكل شيء من خلال عملية التجسس هذه، يقول فخذك وعصاك، في لفظ جاء عصاك يخبرك بما فعل أهلك من بعدك. الآن في كاميرات صغيرة، الآن في المعارض اللي نشوفها ونزورها عجيبة، تقنيات عجيبة، يعني شرائح دقيقة جدا تنقل صوتا وصورة وتنقل جميع الأشياء. هذا خبر من النبي، يعني ما نؤمن إلا حتى نزور المعارض التقنيات وكذا. هذا المقصود يا أخي، سامعني أطلت لأنه أثار في نفسي شيء. بعض الناس للأسف في هذا الوقت أصبح عندهم من ضعف الإيمان وقلة اليقين يحتجون على الرسول، يقول كيف يقول هذا الرسول، ويأتي أناس يعني يمكن ما يحسن والله الوضوء وما يعرف كثير من الأحكام التي يعرفها أمهاتنا وجداتنا، ويجي يتفلسف ويحاول أن يتفذلك ويعني يحاول أن يستعرض، يقول والله كيف الرسول يقول كذا. والمسألة والله الإسلام ليس عليه خوف، دين الإسلام لا ما عليه خوف، الخوف علينا نحن اللي خوف علينا. ولذلك الإنسان يقف على قنطرة التسليم، يستسلم لله ولرسوله. كل ما جاء في القرآن والسنة على العين والرأس نثق ثقة كامل، نؤمن بقلوبنا بأن هذا حق ونصدق بجوارحنا، نصدق بجوارحنا ونعمل كما عمل الصحابة رضي الله عنهم. المجال ما يعني يحتمل الإطالة، لكن هذه يعني فقط تنبيه ونماذج لوقفة مع هذه الآية. راشد يسأل عن معنى قول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. أخي الفاضل، هذه الآية يذكرها العلماء من جملة ما يذكرون بأن الله جل وعلا من رحمته ومن عفوه ومن عدله جل وعلا أنه ما يضل هؤلاء الأقوام حتى يبين لهم ما يتقون. ولذلك ما في أمة من الأمم ضلت هكذا من عند أنفسها إلا وقد بين الله جل وعلا لها، يعني أرسل لها نبيا وأنزل على هذا النبي كتاب وبين المعالم جل وعلا. ولذلك شوف بعض العرب الآن، بعض العرب هداها الله عز وجل بالفطرة، خاصة أنه أعمل يعني نظره ونظر في هذا الكون الفسيح، وإذا بهذا الكون ما يمكن أن تخلقه صخرة صماء في تنوفة من الأرض، وما يمكن أن يتصرف فيه مقبور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك صدرت جمل إيمانية تهز الوجدان وتحرك الأركان. يقول بعضهم سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزخر كلها تدل على الله الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ولذلك الله عز وجل آياته على قسمين، آيات كونية، هذا الكتاب الكوني، هذا الملكوت، هذا كتاب كوني كلها تشير إلى عظمة الله، سماء وكواكب وأبراج وعالم وشيء عجيب، شمس تطلع وتغرب ونجوم وشيء عجيب، كلها تدل على الله عز وجل، ولذلك الفطرة تدلك على الله، فكيف بالكتاب الآخر الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أغلب الناس ضلالهم إنما كان بعد علم والعياذ بالله، هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بالأنبياء، وما كان الله ليضل قوم حتى يبين لهم ما يتقون. الله عز وجل بين لهم حدود الحلال والحرام، حدود المشروع وغير المشروع، لكنهم مثل ما قال جل وعلا في آيات كثيرة أن ضلال أغلب الناس إنما جاء بعد العلم، نسأل الله العافية والسلامة. أم موسى من العراق تقول يعني عندي أقارب شافوا والدتي في المنام، تقول بأنه ما يجوني ما يزوروني أو شيء من هذا القبيل، تقول أنا أقول بأني ما أزور المقبرة لأني امرأة. تقول ما التفسير؟ أحسنت يا أم موسى، أنت لما ذكرتي بأني أنا لا أعبر الأحلام ولا أفسر الرؤى، وإنما تريدين مثلا نصيحة. أختي الفاضلة، هذه من جملة الأحلام والرؤى التي يراها الناس، ويعني على الإنسان طبعا ألا ينسى أمواته، ولذلك من حق الأموات علينا أن نكثر لهم من الدعاء ومن الصدقة. بارك الله فيك، أكثري لوالدتك من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك، وإذا كان عندك خير ورزق وشيء من الأموال تصدقي عنها على قدر طاقتك واستطاعتك، وأكثري لها خاصة صدقة المال في الأماكن التي يحتاج الناس فيها إلى الماء. لا تنسين أختي الفاضل، وهذه من جملة الرؤى، قد يكون الرائي من محب لوالدتك ويعني يراها كذا فتظهر له بمثل هذه الصورة. لا تفعلين أي شيء ولا تزورين المقبرة، وإنما أكثري لها من الدعاء ولا تنسينها من هذا، بارك الله فيك. أم موسى تقول بيني وبين بنتي يعني مناقشة في قضية صبغ الأظافر، أنا أقول ما يجوز الرجال يرونه، وهي تقول لا ما فيها شيء. أختي الفاضلة، بالنسبة لطلاء الأظافر هو نوع من الزينة تستعمله النساء، ولذلك ما ينبغي للمرأة أن تظهره للرجال الأجانب، لأنه يلفت النظر ويحرك الساكن، ويعني يبعث على ربما أشياء لا تحمد. فالمرأة تتزين بطلاء الأظافر لنسائها أو لزوجها يعني أو محارمها مثلا إذا كان مثلا في البيت، أما تظهرها للناس يعني تقول للناس شوفوا أنا كذا، يعني هذا ما يليق. ولذلك المرأة تخفي الزينة، والله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طبعا بعض العلماء يقول اللي ظهر منها هو الثوب اللي تلبسه العادي، وبعض العلماء يقول اللي ما ظهر منها الأشياء الطبيعية التي تلبسها المرأة مما لا يلفت النظر، كلبس مثلا الذهب في اليد مثلا إذا أظهرت مثلا. أما أن تتزين، هذه تعتبر من الزينة التي تتزين بها المرأة، الذهب في اليد مثلا إذا أظهرت مثلا. أما أن تتزين، هذه تعتبر من الزينة التي تتزين بها المرأة لزوجها، تتزين لنسائها، فتتنبه لهذا، بارك الله فيك. أم موسى تقول بأن ابنتها يعني طالبة في الكلية، تقول لما أصلي الفرض، تقول تدخل المسجد تصلي الفرض فقط من دون تحية مسجد، تقول هل لازم تحية المسجد؟ أسأل الله تعالى أن يبارك لك في البنية وأن يجعلها من الصالحات. وجميل والله أني أسمع مثل هذه الأسئلة الجميلة، أن بعض بناتنا أو أولادنا وأبنائنا يعني يحرصون على الصلاة حتى لو كانوا في الكليات. يعني بعض الشباب الله يهدينا وإياهم من الجنسين تساهل عندهم في قضية الصلاة، يقول لك والله يا أخي الدراسة أهم وكذا. لا، الصلاة أهم من الدراسة. الله عز وجل يسألك عن الصلاة ما يسألك عن الدراسة. إذا وقفت بين يدي الله يقول لك صليت ولا لا، وين صلاتك، أما ما يقول لك وين كليتك وين شهادتك. هذه مسألة للدنيا، أما هذيك للآخرة. وللأسف بعض الناس الآن يقول لك يعني حتى يرجع البيت، وإذا رجع البيت يجمع الظهر مع العصر مع المغرب، وهذا عبث. هذا إنسان ما عرف أصلا يعني دوره في مسرح هذه الحياة، ما عرف أصلا لماذا خلق، اللي يعبث بهذا الصلاة بهذه الطريقة. وبعض الناس يقول لي يا أخي الدين يسر، صحيح يسر، وهذا من يسر الدين أن رتب حياتك وخلاك تجمع بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، خلاك دائما تتذكر بأن هناك دار اسمها الدار الآخرة مع سعيك في هذه الدنيا. ولذلك الإنسان وقت الصلاة صلاة، وأنا لا أقول والله أن الطالب يطلع من المحاضرة ويروح يصلي، لا، عندك صلاة الظهر مثلا من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا كله وقت للصلاة. معقول في محاضرة من الظهر إلى العصر؟ أنا ما أعرف والله، أنا أدرس في الجامعة وكذا، أعرف محاضرات لها يعني وقت. بعد المحاضرة يطلع الطالب والطالب يصلون يعني يطلبون الله عز وجل، يؤدون فرض. من يأذن المؤذن اشتغلت الذمة، خلاص الله عز وجل يطالبك بهذا الصلاة. قبل الأذان لا، أنت ما مطالب، من يأذن بدأت الذمة تشتغل بهذه المطالبة حتى تؤدى الصلاة. ووقت العصر نفس الشيء، إذا جاء وقت العصر، إذا عندك محاضرة العصر من أذان العصر إلى المغرب، هذا كله وقت صلاة العصر. أهم شيء لا تغيب الشمس وأنت ما صليت. فأسأل الله تعالى أن يحفظها يا أختي الفاضلة، وقولي لها بارك الله فيك بأن تحية المسجد ليست واجبة، ليست واجبة، مو لازم الإنسان يصلي تحية المسجد. إذا دخلت المسجد وجدت صلاة قائمة صلت معهم جماعة، إذا ما وجدت ما في حاجة تصلي تحية المسجد، تصلي الفرض وتطلع. وهذا من باب التخفيف أيضا، يعني أشوف بعض الطلاب أو بعض العمال حتى يعتقد بأن الظهر لازم يصلي 4 قبل، يصلي 4 الظهر، يصلي 4 بعد. وتجد أرباب العمل يقول هذا طول علينا، بعض أرباب العمل يزعلون على عمال، ليش؟ يقول يطول، هو صادق، مع حق يا أخي عنده شغل، صلي 4 ركعات الظهر فقط، ما تستغرق منك 5 دقائق، 4 دقائق، 4 ركعات وتيسر. كذلك الطلاب أبنائي وبناتي 4 دقائق 3 دقائق صلاة الظهر، ما في حاجة، ما دام أن عندك محاضرة، عندك شغل، عندك ارتباط، صلي الفريضة فقط. وإذا جيت البيت اقضي الرواتب. أما إذا عندك فسحة وعندك وقت، لا الحمد لله، صلي الراتبة 4 ركعات قبل، ركعتين ثم الفريضة، ثم صلي بعدها ركعتين. ها طيب يلا تفضلي يا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك فضيلة الشيخ، عندي سؤال. تفضل. يقول لك عن مثلا إن تقرأ سورة ياسين عن تحرصك من شيء اللي عدت خايف منه، مثلا تخاف من شيء يعني، وهذا تقرأ عليه سورة ياسين، يعني مثلا متى يسر من سورة ياسين؟ نجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وجعلنا من بين أيديهم. إيه جعلنا بين. طيب أبشر يا فاطمة. يا مرحبا. مرحبا. محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الله يحفظك. إياك. عندي سؤال يتعلق بموضوع الصلاة. أي. الآن الله يحفظك العاملون الذين يعملون في الحقول البحرية. أي. الحقول البترولية يعني في البحر، تتكون من عدة مواقع فيها مواقع عبارة عن جزر. أي. وفيها مساجد وفيها عمال راتبين. وهم أيضا يعني لهم مثل ما تقول دوريات، يعني روتيشن، يعني يذهبون ويعملون وأيضا يرجعون من الموقع بوقت معين، شهر بشهر وغيره. وأيضا هناك مواقع عبارة عن مجمعات. نعم. مجمع كبير هكذا وثابت. وهناك أيضا مواقع أخرى اللي هي الحفارات الردق. أي نعم. هذه تتحرك لكن حركتها يعني يسيرة، في السنة مثلا 6 مرات تتحرك من موقع لموقع وهكذا. نعم. أو قد يصل إلى 12 مرة في السنة. المهم حركتها ما بين القليلة إلى المتوسطة. وهناك السفن اللي تذهب أيضا وتبحر. فأسأل عن صلاة الناس، هل الذين في الجزيرة يصلون الصلاة يعني تامة ليست قصر، الذين يجلسون شهر بشهر؟ نعم. أو أسبوعين بأسبوعين. وأيضا هل عليهم صلاة جماعة لأنهم صلاة أقصد جمعة؟ وأيضا الناس الذين في المجمعات والناس الذين في الحفار وفي السفينة. أبشر يا أخوي محمد، أبشر. ويتعلق بهذا السؤال أيضا الذين يعملون في البحرية، الجيش. نعم. يعني في الفرقاطات وهكذا، هذول يعني كثير منهم مواقعهم قريبة من الساحل. إيه. لكن يمكثون مرابطين فيها، يعني جالسين فيها. إن شاء الله يا محمد، أبشر. يعطيك العافية. يعافيك، شكرا، مرحبا. طيب أم موسى بارك الله فيها، السؤال الأخير تقول لها عندها ابن عمره 15 سنة، تقول ممكن إني آخذ سفر سياحة. أخت الفاضلة ما في بأس، يجوز، يعني 15 سنة بالغ ممكن تأخذين سفر سياحة، لكن أين؟ هنا السؤال، فإذا كان مثلا إلى منطقة آمنة، منطقة يعني ما فيها مثلا أشياء محرمة أو شيء، طيب ما في بأس، يعني الترويح عن النفس مشروع عندنا ولله الحمد. يعني عندنا قاعدة في الشريعة ما يتعلق بقضية يعني الترويح عن النفس، ما يتعلق بممارسة شيء من الأشياء المباحة، وإتاحة الفرصة أيضا للأولاد والأهل بيعني شيء من هذا القبيل، هذا مشروع، عندنا أدلة كثيرة. لكن تحذرين يا أخت الفاضلة يعني من حيث الأماكن، من حيث لأن كثير من الناس يعني فقدوا أولادهم، أيضا فقدوا أشياء كثيرة، دفعوا يعني ثمن إهمال وكذا، يعني عاد الأولاد مدمنين مخدرات، عادوا يحملون بعض الفيروسات والأمراض، عادوا كذا، فتتنبهين بارك الله فيك. وإذا حصل لك تذهبين أنت ويا عمره، فهذا من أفضل ما يمكن أن يسعى له، هذا إذا تمكنت وقدرت بارك الله فيك. زهرة تسأل تقول: ما كانت مهنة خديجة رضي الله عنها؟ هل كانت تاجرة؟ نعم يا زهرة بارك الله فيك، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين التي بشرها النبي عليه الصلاة والسلام ببيت عن طريق جبريل، ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب. خديجة رضي الله عنها كانت تعمل في التجارة وكان عندها مال، ولذلك كانت تبعث غلامها ميسرة في التجارة. وخديجة كان لها حضور قوي في المجتمع المكي، وكان لها رأي نافذ ولله الحمد، وكانت امرأة عاقلة ناضجة، ولذلك هي كانت مطلب الرجال، فكثير من الرجال حاولوا الاقتران بها فكانت ترفض، لكن الله عز وجل أراد لها الخير في سابق تقديره، فاقترنت بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول امرأة أسلمت، وسيرتها عطرة وحياتها جميلة ورائعة وفيها دروس وعبر رضي الله عنها. وإن شاء الله تحقيقا لرغبتك بحول الله سنشير في حلقة خاصة إلى شيء من أمهات المؤمنين وحياتهن وسيرتهن. أم محمد بن الشارقة تقول: ناوية العمرة، وتقول ما هو الدعاء اللي أقول؟ وكذلك عند تقول تطلب شيء في السجود، ماذا تقول؟ أم محمد الله ييسر لك العمرة يا رب ويبارك فيك. أختي الفاضلة الطواف صلاة، ولذلك إذا جيتي مكة وطفتي وبديتي من عند الحجر الأسود تدعين الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. وانتبهي من هذه الكتب اللي يوزعون الدعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، هذه ما لا قيمة، ادعي الله من خير الدنيا والآخرة، ولا تلتزمين التقعر هذا اللي يسويه بعض الناس والمطمطة والمثلا الفصحى، لا ما لا داعي. يا أم محمد الله يرضى عليك، اللهم اغفر لي يا ربي ترحمني، اللهم اغفر لوالدي يا ربي تصلح عيالي، يا رب ترزقني من فضلك، يا الله انك تشفيني وتعافيني وتعافي عيالي. هذه يعني بعض الناس الآن يقول لي، بعض الناس يقول والله إذا جيت الطواف ما أعرف أدعو. ليش؟ لأنه يحسب الدعاء لازم يكون من كتاب أو يكون باللغة العربية الفصحى، ولازم يأتي بالتجويد. يا جماعة غلط، أنتم في فرصة عظيمة، الله عز وجل ما تختلف عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات ولا اللهجات، بسبحانيتك مثل ما يقولون، بطريقتك، بفطرتك، بتواضعك، بلهجتك العادية، ما في داعي إلى هذا التقعر والتشدق. يا رب ارحمني، لو الطواف كله اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم عافني، طيب. وإذا جيت بين الحجر الأسود والركن اليماني والحجر الأسود جيبين هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه يا أختي أم محمد الله يرضي، حتى في سجودك، في سجودك بعض الناس الآن يسجد وما يدعو، يقول ما أدري وش أدعو. سبحان الله، ما تدري وش تدعو، لازم تحفظ. يعني هل يعجز لسانك عن قول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ارحمني، اللهم استرني، اللهم أغنني، اللهم احفظ زوجي، احفظ، تقولين احفظ زوجي، والزوج يقول احفظ زوجتي وعيالي وأحفادي وبناتي وعيالي، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم طلبناك يا رب أنك تغفر لنا. لا، حتى اللهجة العادية ما في شيء أخت الفاضلة. فخلي هذا منهج في حياتك، في الطواف وفي الصلاة وفي أي لحظة، أكثر من الدعاء وأكثر من ذكر الله عز وجل. فاطمة من المغرب أعتذر منك والله، لأن وقت البرنامج أنت، وكذلك أخوي محمد من راس الخيمة، إن شاء الله غدا بحول الله تسمع جوابي مفصل في هذه المسألة، لأنها تحتاج إلى ترتيب، يعني طبعا خلاص انتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.